بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ محاضرتنا اليوم اللي هي تكملة للمحاضرة السابقة اللي كانت تحت عنوان الأعداد المركبة الأعداد العقدية Complex Number. وذكرنا بالمحاضرة السابقة أن العدد المركب هو العدد الذي يكتب بالصيغة والشكل Z يساوي A زائدا IB. الأي قلنا عليه هو جزء حقيقي، والبي هو الجزء التخيلي، والآي قلنا هي الوحدة التخيلية اللي بالحقيقة هي تساوي تحت الجذر قلنا سالب واحد. وذكرنا بعض الخواص والأمثلة. اليوم راح نكمل طلابنا الأعزاء محاضرتنا وناخذ العمليات على الأعداد المركبة. أقصد بالعمليات على الأعداد المركبة هي عملية جمع وطرح الأعداد المركبة وعملية ضرب الأعداد المركبة بالنسبة لي، وكذلك بالإضافة إلى عملية قسمة الأعداد المركبة. أول عملية هي عملية جمع وطرح الأعداد المركبة. أبناء الطلبة، عملية الجمع والطرح عملية سهلة جداً، إنه شو نسوي؟ نجمع الجزء الحقيقي للعدد المركب الأول مع الجزء الحقيقي للعدد المركب الثاني، ونجمع الجزء التخيلي مع الجزء التخيلي للعدد المركب الثاني. وهسه هنا بس معطيكم كقانون، أنا هذا قلت لكم إنه Z1، أفرض إنه عندي Z1 عدد مركب الأول هو A1 زائدا IB1، وZ2 هو A2 زائدا IB2. فإذا رجعت أجمع Z1 زائدا Z2، إيش راح أسوي؟ راح أجمع، تلاحظون الجزء الحقيقي من للعدد الأول زائد الجزء الحقيقي للعدد الثاني، يعني A1 زائدا A2. بعدين أجمع الجزء التخيلي اللي هو B1 للعدد الأول مع الجزء التخيلي للعدد الثاني B2، وقلت B1 زائدا B2، خليتهم بين قوسين مضروبين بالوحدة التخيلية لأنه هذا جزء تخيلي. وبالنسبة لعملية الطرح نفسها، بس الإشارة راح تكون بالسالب، راح ناخذ عليها بعض الأمثلة. المثال الأول، إذا كانت Z1 هي عبارة عن 2 ناقصا 3i، وZ2 هي ناقصا 4 زائدا 6i، وZ3 8. تلاحظون العدد الأول Z1 الجزء الحقيقي مالته شقد؟ 2. الجزء التخيلي مالته شقد؟ سالب 3، هو إشارة ناخذه. العدد الثاني Z2 الجزء الحقيقي مالته شنو؟ سالب 4، التخيلي مالته موجب 6. والعدد Z3 يتكون حقيقة من جزء حقيقي فقط، نقول عليه حقيقي بحت، ما هو يا تخيلي. التخيلي مالته شنو معناته؟ معناته صفر زائدا صفر اي، والصفر يلغي لنا العملية ما نكتبه. هسه راح نبدي، جد ناتج يقول Z1 زائدا Z2، Z3 ناقص Z1، ومرافق هاي اخذناه بالمحاضرة السابقة، مرافق Z3 ناقص مرافق Z2. نجي للعملية رقم واحد، شلون راح نحلها؟ أخذنا رقم واحد كتبناه، قلنا Z1 زائد Z2. Z1 عندي مكتوب هذا، نقلته هنا لورقة الإجابة كأنه، قلت 2 ناقصا 3i، الإشارة بين العددين هي موجب يريد زائد، وZ2 هو موجود عندي سالب 4 زائدا 6i. هسه ايش راح أسوي؟ أجمع الجزء الحقيقي ويا الجزء الحقيقي، 4 العفو 2 الجزء الحقيقي الأول زائد ناقص 4، يعني 2 ناقص 4، والجزء التخيلي اللي هو سالب 3 العدد الأول زائدا 6 مضروب في i. هسه 2 تروح منها ناقص 4، ناقص 2 الإشارة الأكبر اللي هو سالب 4، وبالنتيجة نطرح الكبير من الصغير وتصير عندي ناقص 2، وسالب 3 زائد 6 الإشارة الأكبر 6 إشارتها موجبة ويبقى 3، فزائد 3 i. نجي لبعدة، المثال الثاني، Z3 ناقصا Z1. Z3 عندي موجود 8 قلنا عليه، وZ1 هم نقلته جبته من السؤال، كتبته ناقص، خليته بين قوسين 2 ناقصا 3 i. هاي الإشارة السالبة راح تدخل على القوس تأثر، سالب يدخل على 2 هي موجبة تصير سالبة، والسالب يدخل على سالب 3 تصير موجبة،
وبالنتيجة راح أجمع فقط الحقيقي ويا الحقيقي اللي هو 8 تروح منها 2 6 والثلاثة اي تبقى لو ما وياها ينجمع بقى زائدا 3 اي. إذا عملية الجمع هي أنه نجمع لعددين مركبين، نجمع الحقيقي للعدد الأول مع الحقيقي للعدد الثاني، الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. الحالة رقم 3 أو المطلب رقم 3 رايد من عندي شنو؟ مرافق Z3 ناقص مرافق، قلنا الإشارة للخط الفوق هو يقصد به المرافق، يقصد به المرافق، وقلنا المرافق شنو بالمحاضرة السابقة؟ قلنا المرافق هو ينتج لي من تغيير إشارة الجزء التخيلي فقط. فالزت 3 هذا المرافق مالته ايش قد يساوي طلاب؟ راح يساوي 8 لأنه ما عندي جزء تخيلي فينزل نفسه ما راح يتغير إشارته. والزت 2 وينه؟ هذا الزت 2 أغير فقط إشارة الجزء التخيلي، التخيل وينه؟ زائد 6 آي، وبالنتيجة المرافق ايش راح يصبح؟ ناقص 4 ناقص شنو؟ ناقص 6 آي، ناقص 6 آي. فنرجع إلى الحساب شلون نحسب هذا زت 3 المطلب الثالث. لاحظون بالبداية حسبت المرافق مال زت 3 اللي قلت لكم يبقى نفسه 8 لأن ما بي تخيلي، هذا حقيقي ما غير إشارته، وزدت الجزء غيرنا إشارة الجزء التخيلي فقط، سويناها سالب هي كانت موجب سويتها سالب. هسه راح أبدي أوجد الناتج، زت 3 مرافق ناقص زت 2 مرافق 8 ناقص هاي مال السؤال الناقص هذه، خليت بين قوسين هذا المرافق، تدخل الإشارة اللي جوا هنا، سالب ويا السالب يصير موجب والسالب كذلك السالب يصير موجب، وأجمعت 8 ويا الأربعة 12 فصار عندي 12 زائد 6 آي. مثال آخر يقول لي حل المعادلة الآتية، أي معادلة ويريد مني حلها، معادلة تحتوي على أعداد مركبة، شو تلاحظ 6 زائد 3 آي زائد إكس هنا يساوي لنا 4 زائد اي. انا ايش راح اسوي؟ حتى احل المعادله قلت لكم في محاضرات سابقه انه حل المعادله يعني ايجاد المتغير بالمعادله. فاذا منا راح اقول الاكس يساوي اليم الاكس كلهم راح اعبرهم وين؟ للجهه الثانيه. من راح يعبرون راح تتغير اشاره كل واحد منهم. السته تصبح سالب 6 والثلاثه اي تصبح هي سالب 3 اي تصبح موجب 3 اي، فمن عبرت تلاحظون 6 اصبحت سالب 6 وسالب 3 اي صارت موجب 3 اي. الان هذه اعداد مركبه راح اجمع، شو اجمع؟ اجمع حقيقي ويا حقيقي وتخيلي ويا تخيلي، 4 حقيقي والسالب 6 حقيقي، جمعتهم 4 وسالب 6 سالب 2، والاي يعني 1 اي، هذا الاي يعني معامله 1، 1 اي زائد 3 اي 4 اي، وبالنتيجة أصبحت الإكس تساوي سالب 2 زائد 4 آي. حليناها وطلع الحل هو عدد مركب قيمته هذه القيمة اللي هي سالب 2 زائد 4 آي. نجي للعملية الثانية، هي عملية الضرب والقسمة على مجموعة الأعداد المركبة. هنا مخلي ملاحظة لكم بالبداية أنه عند ضرب أي عدد مركب في مرافقه، وقلنا إحنا المرافق شلون؟ نغير إشارة الجزء التخيلي فقط، أي إذا كان العدد زد شوفوا تلاحظون يساوي لنا الأي زائد أي بي، فالمرافق إيش راح يكون؟ فقط أغير إشارة الجزء التخيلي اللي هو أي بي من موجب تصير شنو؟ سالب. وأريد أضربهم، فمن أضربهم إيش راح يكون الضرب؟ للسهولة، هاي للسهولة حتى رأسا تطي الناتج ما تتعب، إنه أربع الجزء الحقيقي، تلاحظون حاصل ضرب العدد في مرافقه، أربع الجزء الحقيقي اللي هو الأي الجزء الحقيقي أعطيته تربيع، وأقول زائد خلي إشارة زائد مال المنتصف دائما زائد، وأربع الجزء التخيلي فقط ما أخذ الوحدة التخيلية، الجزء التخيلي فقط اللي هو البي تربيع، فأصير عندي أي تربيع زائدا بي تربيع. هذه ملاحظة راح نستفاد منها بعدين، وكذلك هاي ملاحظة ثانية عند قسمة العدد الأعداد المركبة، يعني قسمة عدد مركب على عدد مركب بالقسمة، نضرب البسط والمقام في مرافق المقام، نضرب البسط والمقام في مرافق المقام، وهاي قايل لكم هنا كتمثيلها يعني رياضيا، انه زت وان عندي
عدد مركب اي اللي هو عباره عن اي 1 زائدا اي 1 زائدا اي بي 1 وزد 2 هو اي 2 زائدا اي بي 2 وبالنتيجه ذلك تقسم زد 1 على زد 2 فتلاحظون قسمه زد 1 اللي هو يمثل لي بالاي 1 زائدا اي بي 1 واي 2 زائدا اي بي 2 انقسموا ذول راح بالقسمه قلنا نضرب البسط والمقام في مرافق المقام هذا هو المقام اللي هو الاي 2 زائدا اي بي 2 المرافق مالته فقط اللي يختلف عنه شنو بالاشاره اشاره الجزء التخيلي فتلاحظون ضربت البسط والمقام في اي 2 ناقص اي بي 2 وكذلك المقام ضربته باي 2 ناقصا اي بي 2 وبالنتيجة بعد الضرب تلاحظون صار هذا عدد مضروب بمرافقه شبه نفسه بس شنو هذا يصير مرافقه استفاديت من الخاصية أو الملاحظة الأولى اللي ذكرتها لكم ضرب عدد في مرافقه رأسا أقدر أقول يساوي الجزء الحقيقي تربيع زائدا الجزء التخيلي تربيع ويبقى الدور هذا العدد أي 1 زائدا اي بي 1 مضروب بالاي 2 ناقصا اي بي 2 ضرب راح نجري ونشوف شلون راح نضرب الاعداد المركبه من خلال امثله مثال يقول لك اذا كان زد 1 هو عباره عن 1 ناقصا 4 اي والزد 2 ناقصا 3 ناقصا اي جد ناتج زد 1 في زد 2 زد 1 مقسوم على زد 2 زد 1 تربيع زد 2 مقسوم على مرافق زد 1 هذه أربع مطالب بالمثال المطلب الأول راح شلون أوجد Z1 مضروب في Z2 هذا هو Z1 أخذت قلت رقم واحد Z1 مضروب في Z2 كتب Z1 من السؤال واحد ناقص أربعة كتب Z2 وراح نبدي نضرب يا طلاب ضرب عادي يعني نوزع شلون ضرب الأقواس ضرب أقواس بعد هاي انتم تعرفوها أضرب الواحد في سالب ثلاثة مرة وفي سالب اي مرة وأجي للأربع اي أضربها في سالب ثلاثة وأضربها في سالب اي واحد في سالب ثلاثة سالب ثلاثة واحد في سالب اي سالب اي أجي الأربع اي بالسالب في سالب ثلاثة سالب السالب يروح يصير موجب وأربعة في ثلاثة 12 اي وأجي أضرب أربعة اي بالسالب في سالب اي سالب السالب يصير موجب 4 في 1 1 واي في اي شو يصير؟ اي تربيع. عندنا الاي تربيع خليها ببالك يساوي سالب 1 هاي مخليها لكم هنا مقابلها. يعني بمعنى هو لانه احنا اتفقنا انه الاي هو تحت الجذر سالب 1 نضرب تحت الجذر سالب 1 في تحت الجذر سالب 1 ضرب الجذر التربيعي بنفسه ينشال الجذر، اذا ضرب الجذر في نفسه الجذر التربيعي في نفسه يعني جذر 2 في جذر 2 يصير 2 جذر سالب 1 في جذر سالب 1 سالب واحد إذن هذا أصبح الآي تربيع سالب واحد وأخذناه سابقا وقلت لكم الآي تربيع سالب واحد هسه نجمع أو بعد ما نبسط العفو قلت لكم الآي تربيع شنو سالب واحد أعوض عنه شنو سالب واحد فش راح يصير بالخطوة اللي بعتي يصير سالب أربعة يعني سالب واحد في موجب هنا صارت سالب أربعة جمعت سالب واحد آي يعني سالب آي زائدا 12 الإشارة الأكبر موجب 11 آي وبالخطوة الأخيرة جمعت فقط الحقيقي ويا الحقيقي 4 بالسالب ويا سالب 3 صار سالب 7 زائد 11 اي. هاي عمليات جمع عادية. أجي لقسمة Z1 على Z2. هذا Z1 أخذته كتبته هنا. هذا Z1 مقسوم على Z2 جبته خليته بالمقام. هسه احنا بالقسمة مو قلت لكم بالملاحظة عند قسمة عدد مركب على عدد مركب شو نسوي؟ بالقسمة نضرب البسط والمقام في مرافق المقام المقام هذا مرافق شنو هو العدد اللي يختلف عنه بس بالإشارة الجزء التخيلي يعني سالب 3 زائدا اي اختلفت هاي ناقص سويتها زائد وأضرب المقام كذلك في سالب 3 زائدا اي هاي الخطوة الأولى الخطوة اللي بعدها نبدأ نبسط أضرب بسط في بسط ومقام في مقام المقام ان انا قاعد اضرب عدد في مرافقه وطيتكم ملاحظه عليه عند ضرب العدد في مرافقه راح نربع الجزء الحقيقي مباشره سالب 3 تربيع سالب في سالب يروح 3 تربيع 9 والمربع زائد دائما قلت لكم هذه الاشاره تكون زائد بالمقام المربع الجزء التخيلي اللي تكون
واحد تربيع واحد. أما بالنسبة لضرب البسط، هذا العدد اللي هو واحد ناقص أربعة آي في سالب هنا ضرب بيناتهم طلاب، هذا ضرب ما دام ما مخلي أي إشارة ضرب، يعني بين الكسر الأول والكسر الثاني سالب ثلاثة زائد آي، فنفس الضرب السابق يعني راح أبدي أوزع واحد في سالب ثلاثة، سالب ثلاثة واحد في آي زائد آي، أجي السالب أربعة، سالب أربعة في سالب ثلاثة، السالب في السالب شو يصير؟ موجب، أربعة في ثلاثة 12 آي، وسالب أربعة في موجب آي، السالب في الموجب سالب، وأربعة آي في واحد آي يصير أربعة آي تربيع. الآي تربيع هنا شنو طلابنا؟ راح يصير قلنا سالب، سالب واحد، ويا هذا السالب يصير موجب أربعة، وعندي زائد ثلاث ناقص ثلاثة العفو، أربعة تروح منها ثلاثة يبقى واحد، أجمع آي بالموجب ويا 12 آي صار 13 آي، فصار العدد واحد زائد 13 آي على 10. هسا قدر أوزع البسط على المقام، يعني واحد على 10 زائد 13 على 10، بس شنو مضروب بمن؟ بالوحدة التخيلية آي. هسا الجزء الأول هذا يسمونه جزء حقيقي اللي هو واحد على 10، وال 13 على 10 آي نسميه بالجزء التخيلي، التخيلي مالته جزء، الجزء التخيلي مالته 3 على 10، والآي هي الوحدة التخيلية. أحد المطالب، مش مطلب طالب من عندي، طالب من عندي Z1 تربيع، يعني آخذ Z1 اللي هو واحد ناقص أربعة آي وأعطيه شنو؟ أعطيه تربيع. هسه عندك طريقتين، أما تضرب ضرب سريع تقول مربع الأول اثنين الأول في الثاني زائد مربع الأخير، أو تسوي قوسين وتتبع نفس الطريقة اللي أنا هسه شارحها لكم. يعني آخذ هذا تربيع يعني مضروب نفسه مرتين، هذا المقدار مضروب نفسه شنو؟ مرتين، فقلت واحد ناقص ان اربعة اي مضروب في واحد ناقص اربعة اي، ونفس الطريقة تضرب واحد في واحد واحد، واحد في اربعة اي بالسالب سالب اربعة اي، ارجع اضرب هذا السالب اربعة اي في واحد سالب اربعة اي، سالب اربعة اي في سالب اربعة اي، السالب في السالب شو يصير؟ يصير عندي موجب اربعة في اربعة شو يصير عندي؟ 16 اي في اي اي تربيع. هسه كملنا الضرب، بعدين تبقى بس العمليات شنو؟ عمليات التبسيط. الاي تربيع دائما الاي تربيع شو يساوي؟ سالب واحد، وعندي هنا موجب يصير سالب 16، سالب 16 اجمعها كعدد حقيقي ويا العدد الحقيقي هذا، ما في تخيلي هذا، سالب 16 ويا واحد زائد واحد يعني يبقى سالب 15، وأجمع سالب 4 آي ويا سالب 4 آي، سالب ينزل 4 و4 8 فيصير ناقص 8 آي، يعني أنا مطلوب مثل ما قلت لكم السالب كأنه طلب، مطلوب 4 من طلبت بعد 4000 فيصير 8 مطلوب 8، والآي كأنه رمز للألف. عندنا بعد المطلب الأخير يرايد من عندي قسمة Z2 على Z1 مرافق، Z2 على Z1 مرافق. Z2 هو هذا من السؤال جبناه سالب 3 ناقص i، و Z1 مرافق هو كان 1 ناقص 4i، وغيرنا لأن يرايد المرافق مال Z1 مو Z1، غيرنا الجزء التخيلي مالته من سالب سويته موجب، الآن صار عدد قسمة عدد على عدد. عند القسمة بالقسمة دائما شو نسوي طلاب؟ نضرب البسط والمقام في مرافق، يا مرافق مرافق المقام، وين المقام؟ هذا واحد زائد أربعة، المرافق مالته شنو؟ أول ما نحدد المرافق مالته اللي هو يختلف عنه بين بإشارة الجزء التخيلي فقط، يعني شنو المرافق مالته؟ يعني المرافق مالته واحد ناقص أربعة آي اللي هو هذا، واحد ناقص أربعة آي ضربته مرة بالبسط وكذلك ضربة في المقام، يعني سويت خط كسر ضربت به بمرافق المقام قلنا هذا المقدار. الآن أبدأ عملية الضرب، الضرب قلنا هسه عندي أجل المقام، هذا المقام اللي هو جوه، المقام الجوه والفوق نقول عليه شنو؟ نقول عليه بسط. هسه أريد أضرب عدد في مرافقه، أعطيتكم قاعدة أنه عند ضرب عدد في مرافقه للاختصار
نقول مربع العدد الأول أو مربع الجزء الحقيقي اللي هو الواحد تربيع واحد زائد مربع الجزء التخيلي 4 تربيع زائدا 16. أما البسط فنضرب ضرب ضرب الأقواس، يعني علمتكم أضرب سالب 3 في 1 سالب 3، سالب 3 في 4 آي سالب في السالب يصير موجب ويصير 12 آي. أجي سالب 1 آي، هذا المعامل مالته واحد، يعني سالب 1 في سالب 1 آي في 1 سالب آي، يعني السالب في الموجب سالب ويطلع عندي سالب آي. سالب في سالب اللي هو سالب آي في سالب 4 آي يصير موجب، وواحد في 4 4 وآي في آي آي تربيع، فأصبح 4 آي تربيع بالموجب. الآن وياي سائل آي تربيع شو تصير اتفقنا عنها؟ قلنا اتفقنا تصير سالب واحد، يعني هي الآي تحت الجذر سالب واحد، 4 سالب واحد سالب واحد، إذا هي معناتها هذه القيمة كلها شو راح تصير سالب 4، ويجمعها ويا سالب 3 صار سالب 7، وأجي أجمع 12 آي ويا ناقص 12 ناقصا آي العفو، أجري عملية 12 آي أطرح منها آي تبقى زائدا 11 آي، أصبح هذا عدد مركب. بس شنو أبدي أوزع الباسط على المقام، يعني بمعنى سالب 7 على 17 أنزل الإشارة هاي الزائد بيناتهم 11 على 17 مضروب بالآي، هذا هو الجزء الحقيقي سالب 7 على 17 وهذا ال 11 على 17 هو الجزء التخيلي، والآي هي الوحدة التخيلية، هي الوحدة التخيلية. هنا منطيني مثال آخر قايل لي جد ناتج، هنا قايل لي جد ناتج الواحد زائدا آي الكل تربيع زائد واحد ناقص آي الكل تربيع، هذا الأول، والثاني هو قسمة 2 زائدا آي مرافق التربيع على 3 ناقص 4 آي. راح نبدأ نحل الجزء الأول من المثال اللي هو رقم 1، الفقرة رقم 1، 1 زائدا آي الكل تربيع 1 ناقص آي الكل تربيع. هاي تقدر قلنا بطريقتين تحلها، أما تضرب 1 زائد آي بنفسه 1 زائد آي وبالنتيجة ضرب، أو ضرب ضرب سريع شو نقول عليه مثلا مربع العدد، يعني مربع الأول الواحد تربيع واحد، 2 الأول في الثاني، 2 في 1 2 في آي 2 آي، زائد مربع الأخير الآي والربعة يصير آي تربيع. خليت هاي إشارة زائد وأجي أفتح هذا، مربع الأول واحد تربيع واحد، 2 الأول في الثاني، 2 في 1 2 في ناقص آي ناقص 2 آي، وآي تربيع آي في آي آي تربيع. هسه أبدي وياي طلاب شوي هنا الآي تربيع شو اتفقنا عليه؟ شو يصير سالب واحد، اتفقنا شو يقول؟ قلنا سالب واحد، وعندك موجب واحد راحوا بقت فقط شنو عندك؟ بقت بس 2 آي. هنا نفس العملية، عندك الآي تربيع شنو؟ سالب واحد، وعندك هنا موجب واحد، هاي الإشارة العدد الإشارة اللي قبله، فراح يروح ويبقى سالب 2 فقط. هسه أجمع هذا سالب 2 آي ويا موجب 2 آي، تخيل ويا تخيل ممكن أجمعه، وبالنتيجة 2 ويا سالب 2 يروح صفر، صفر آي كتبته صفر، والناتج مالته صفر. أجي أجري عملية ثانية أو الجزء الثاني، الجزء الثاني 2 زائدا آي مرافق، مرافق وكل تربيع لازم أخذ للمرافق وأعطي تربيع على 3 ناقصا 4 آي. هسه بالبداية أستخرج المرافق، المرافق مالته شنو هو؟ أنا العملية ما مسويها لكم، مسويها مباشر حقيقة، هي المفروض الخطوة اللي وراها مباشرة تكون 2 ناقص آي الكل تربيع، آي تتغير الإشارة وأشيل هذا أعبر عنه أوجد المرافق مالته أقول 2 ناقص آي الكل شنو؟ تربيع، وأبدي أربعه، مربع العدد الأول 2 في 2 4، 2 الأول في الثاني 2 في 2 4، وهذا قلنا راح يصير سالب في آي بالسالب سالب 4 آي، وزائد مربع الأخير اللي هو الآي تربيع مقسوم على 3 ناقص 4 آي نزلتها كما هي. هسه هنا الآي تربيع اتفقنا الآي تربيع شنو هو؟ قلنا سالب 1 ويا الأربعة تبقى 3، يعني 3 تروح منها سالب 1 العفو 4 تروح منها سالب 1 3،
وناقصاً شنو؟ ناقصاً 4i على 3 ناقص 4i، هذا العدد على نفسه يروح ويساوي لنا 1. إذن الناتج مالته 1. بقت عندي هذه تمارين، حاولوا تجربوا بها وتحصلون على النواتج. مجرد تمرين بسيط قايل هنا، كل هاي تمارين عامة للكل، لكل الأعداد المركبة اللي أخذناها، لكل محاضرة الأعداد المركبة من البداية للنهاية. جد لي اي اس هذه، العفو طلاب. إذن اكتب لي كل مما يأتي بالصيغة الجبرية العدد المركب اللي هي اي زائدا اي بي. هذا هو رقم 1، هذا رقم 2، وهذا هو رقم 3. هذه بس تستخدم القسمة على العدد هذا، تأخذ 124 قسمة على 4، متبقي من القسمة يصبح هو الأس الجديد للآي. هذه أخذنا قبل شوية مثلها، شبيهتها كلش. تفتح هذا المقدار، ضربه بنفسه مرتين أو ضربه الضرب السريع وتجمعه ويا العدد الثاني، وهذا أس 16. هذا سهل شوية، يراد له تركيز. تقدر تجزئ ال 16 إلى، تقول هذا يساوي لنا 1 زائد اي الكل تربيع، يعني مضروب في الكل شنو؟ اس ايش قد؟ 2 في ايش قد حتى تحصل على ال 16. يعني بس اضرب هالشكل 2 في 8 16. اول ما توجد القيمه هاي وبعدين تحاول ان تضرب العدد. جيت حل المعادله هذه، هم قلنا هذا جد حل المعادلة، هذه معادلة تحتوي على عدد مركب. وأخذت لكم ملاحظة سابقة أنه إذا تساوى عددان مركبان فالجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي، بمعنى أنه هذا عدد مركب عندي، هذا هو الجزء الحقيقي وهذا هو الجزء التخيلي، يساوي عدد مركب آخر صفر، يعني صفر زائدا صفر آي. بمعنى الحقيقي اللي هو 7x ناقص 14 يساوي صفر، هذا الحل مالته، يصير عندك معادله. و2y ناقص 3 يساوي صفر، تحلهن وتطلع منهن قيم x وy. وهذه كذلك جد ناتج كل مما ياتي بها عمليات جمع وطرح وضرب وقسمه الاعداد المركبه. وشكرا لاصغائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.